هزيمة طبعا، لكن الشوط الثاني حقيقة كان شوط كبير جدا للفريق، يعني عندهم مرات كبيرة جدا، 3 أو 4 أهداف في الهجوم المرتد في والأمطار. الأمطار كابتن تزيد من إثارة المشهد طبعا، تهاتف الأمطار كما تابعنا سلومكا يتحدث أيضا مع إداري من شتوتغارت، والأمطار تنزل على المسيرين، هذه هي حلاوة البوندسليغا بالضبط، يعني هي طبعا تزيد الشدة على اللاعبين والتحمل مالتهم للأمطار. طبعا هناك معنات الأرض تكون موحلة، وبالتالي جماهير هانوفر لا تزال بصوت واحد وراء هذا الفريق، يعني كتيبة ساكسونيا السفلى. فعلا ما ظهر الاحتفال بأعياد الميلاد كابتن، وهذه الصور دائما جميلة عندما يعني